يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا أول؟ أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. أحسنتم. اليوم يا أول بمادة الرياضيات ما رح نبدأ درس جديد، رح نعمل مراجعة لدرسنا اللي كنا ماشيين فيه 3 حصص، متذكرين شو كان درسي بالرياضيات؟ يس. شو كان اسم درسي بالرياضيات؟ طرح الأسئلة. طرح الذهن. طرح الذهني. درسي كان الطرح الذهني. رح نعمل مراجعة عامة للدرس اليوم عشان إن شاء الله للأحد منبلش درس جديد، تمام؟ تمام. طيب اليوم بدنا نحل مع بعض كتاب التمارين صفحة 13، بدنا نحلها اليوم مع بعض. لا ما بدنا نحلها، لا أول شيء بنحل على اللوح بعدين أنت بتحل على كتابك، تمام؟ طيب كتبت المسائل على اللوح. أول مسألة، شو رأيكم أول مسألة أنا بذكركم فيها كيف كنا نحل وبعدها تطلعوا أنتوا على اللوحة بتحلوا أنتوا، تمام؟ تمام. يلا نبدأ بالمسألة الأولى. 68 ناقص 7 يساوي. تعلمنا طريقة بالطرح، اني انا عشان اطرح لازم اول اشي احدد المنازل. احدد منازل. بطلع هون عندي 8، هي احاد ام عشرات؟ احاد. اضع تحتها خط. الستة احاد ام عشرات؟ عشرات. عشرات. اضع تحتها خطان. ناقص 7، السبعة احاد ام عشرات؟ احاد. 7 احاد، اضع تحتها خط. وتعلمنا كمان انه لما بدي ارجع اطرح بطرح الاحاد مع الاحاد. ممتاز. عشرات للعشرات. رائعة. 8 ناقص 7. 8 ناقص 7 واحد. والواحد اين اضعه؟ في اي منزلة؟ الاحاد. احسنتم، في منزلة الاحاد. رائعين. الستة عشرات، بطلع في عدد. لا محصر. في عدد اطرح منها؟ لا. لا. بنزل الست كما هي. 1 و6. رائعين، انتم رائعين، اموركم تمام، انا حاسه انكم ابطال، ما رح تغلبوني واصلا فاهمين الدرس. عشان هيك رح ابلش هلا ابتداء المساله الثانيه انتم تحلوا. يلا مين اللي يلا كلكم رح اطلعكم، نبلش بالدور، يلا يا حلوش. تفضلي. يلا. اقرأي المسألة الرياضية أول شيء. 49 ناقص 6 يساوي. يلا يا حلا، يلا يا مس حلا اشرحي لنا كيف بدي أحلها. 9 أحد. أها. والأربعة عشرات. رائعة. 6 أحد. ممتاز، الخطوة الثانية. 9 ناقص 6. أها، إني أطرح الأحد للأحد، كم يساوي؟ 3. بعديها الأربعة زي ما هي. رائعة. اقرأي لي الناتج. 43. أحسنتي، 43. رائعة. يلا يا رافع. رافع يا رافع. يلا رافع. 56 ناقص 4. أول إشي بدي أحدد المنازل. يلا الستة هون إيش منزلتها؟ أحد. يلا نحط عليها خط. ممتاز. الخمسة أحد ولا عشرات؟ عشرات. رائع، نضع تحتها خطان. أها، بطل. الأربعة هون أحد ولا عشرات؟ عشرات. أربعة لوحدها. أربعة. منزلتها إيش؟ أحد. يلا نحط عليها خط. يلا يا رافع، بدي اطرح الاحاد من الاحاد. 6 ناقص 4. 6 ناقص 4. يلا حط على ايدك 6. اعطيني، حط على ايدك 6. حط على ايدك 6. هاي 6. شيل منهم يا رافع 4. هاي 4. خبي افتح هيك، خلي هي 4، خبينا 4. كم ضل يا رافع؟ ضلوا 1. اثنان. كم ضل؟ اثنان. ضل معاك اثنان. تفضل اكتب لي.
الجواب هون بالآحاد، الاثنين مكتوبها على الآحاد. الخمسة هون عشرات، في عدد يا رافع أطرح منها؟ ما في عدد، الخمسة رح أنزلها ثمانية. يلا اقرأ لي الناتج هسا، كم طلع الجواب معنا؟ اثنان وخمسون. لما بدي أبلش، شكرا يا رافع، شكرا. لما بدي أقرأ، هاي كمان مراجعة، لما بدي أقرأ يا أول، لحظة شوي ماما، لما بدي أقرأ العدد من وين ببلش أقرأ؟ من الآحاد بعديها العشرات، ولما بدي أجي أكتب بكتب من الآحاد بعديها من العشرات. فأقرأ اثنان وخمسون، اثنان وخمسون، ممتاز. المسألة اللي بعدها يا رعود كلنا رح نطلع. ميت أنا عارفة، بعرف والله، هيكم انتوا رائعين وأبطال. بعرف شلون يا مس؟ لحظة بدي تحكي لي كيف حليتها، شو طلع، كيف عرفت؟ اقرأ لي أول شيء المسألة. تسعة وتسعون، اشربي. يساوي كيف كنا نعمل؟ هاي عشرات، هاي آحاد، ناقص تسعة، هاي آحاد. كيف كنا نطرح؟ فرجيني، نطرح الآحاد مع مين؟ أيوة ممتاز، بطل. مش بعرف قايل. طب يلا، والله بعرف إنك بطل، يلا. يلا. تسعة ناقص تسعة. هاي تسعة. وبدي أشيل تسعة. سبع. ممتاز. بس تسعة. والتسعة عشرات تنزل. يلا اقرأ لي الناتج. تسعة وتسعون. بطل، شكرا. طيب الفكرة، لحظة شوي، هاي كانت أول فكرة شرحناها بالدرس، طرحنا العدد مكون من منزلتين من عدد مكون من منزلة. هلا شوي كبرنا، صرنا نطرح عدد مكون من منزلتين مع عدد آخر مكون من منزلتين، وكمان سهل. يلا يا ألمى رح نحل كل شيء. يلا ألمى. تمام. يلا ايش اعمل اول خطوة؟ الاثنان هي احد. رائعة. الثلاثة هي عشرة. احسنت، ممتازة. يلا العشرة نفس الشيء، حددي لي المنازل. ممتاز. يلا رح نطرح الاحاد مع الاحاد والعشرة. ممتازة. يلا عادي ارسمي لي سهم عشان تميزي. بدي تطرحي مين من مين؟ الاثنان ناقص صفر. اثنان ناقص صفر. اثنان، رائعة. طيب أنا هاد اللي بدي كمان هون، يلا هسا العشرات. ثلاثة ناقص اثنين واحد بصيروا اثنين. بطلة، أحسنتي. 22. يا عيني عليكي يا لموش. يلا يا حسين، يلا حسون علم. تفضل، اقرأي المسألة ونبلش نحل. يلا. تمام. 36. لحظة، فرجيها كيف حليت؟ أول إشي وطرح مين أول إشي؟ الآحاد الستة. تمام، حط عليها خط. وهي عشرات، فرجينا كيف طرحت من إبدا. والثلاثين مين آحاد ومين عشرات؟ الصفر. ممتاز، آحاد. يلا هسا أبلش أطرح مين من مين؟ الآحاد. ستة ناقص صفر. ستة ناقص صفر. ستة. ممتاز. بطل اكتب يوم. لا لحظة. أنا ماشي معاك خطوة خطوة، استنى. ماشي خطوة خطوة. ستة ناقص صفر. ستة. والستة هاي وين بدي أكتبها؟ بأي منزلة؟ بالآحاد. أنا طرحت الآحاد، فالجواب بده يكون بالآحاد. اكتب لي إياها صح. صح، كيف نكتبها؟ ستة، هيها. أيوة. خطأ. استني لما أجي أضبطها، يلا يلا يا حسين. ركز، شوي شوي ركز. لهون، لهي الجهة، هيك، هيها، هيك.
بالعكس؟ هاي الستة، هاي ستة وكتبناها بمنزلة وين؟ الآحاد. طيب الستة اللي بمنزلة العشرات بطرحها من مين؟ بطرحها من الثلاث. طيب ستة ناقص ثلاث؟ ممتاز، واكتبها بمنزلة العشرة. أيوة اقرأي لي العدد. ستة وثلاثون. ستة وثلاثون، أحسن. المثل التي تليها، يلا من نعيد العدد. يلا تعالي يا تعال رعد، يلا يا رعد اقرأي لي المسألة. مش مشكلة، من رجعنا نعيد الدور من أول وجديد. 99 ناقص 80 يساوي. يلا. أها لحظة. لحظة 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 لحظة. أول إشي حدد المنازل. حدد المنازل. هاي عليها خط الآحاد والعشرات بنحط تحتها خطين. 80 نفس الشيء، مين الآحاد؟ أضع تحتها خط، والثمانية بحط تحتها خطين. يلا هلا بعد ما حددت المنازل بطرح الآحاد من الآحاد، يعني رح تطرح مين من مين؟ الآحاد هي 9 ناقص 0 9 بطل. أها يلا بعديها أنتقل. نعم ناقص 8 9 ناقص 8 كثر 9 هي 9 شيل منهم 8 4 هي 5 6 7 8 هي خبينا 8 كم ضل؟ كم ضل؟ 1 هي وصلنا على الطاولة. ايوه عشان يضبط لي اياها. هاي 9 وعندنا طلع الجواب بالعشرات 1. اقرأ لي الجواب يا رعد. 9 10 ايوه 19 احسن. شكرا. يلا حلا على اللوح. حلا انا بعد حلا ماشي. يلا حلا اقرأ لي المساله. 82 ناقص 70 احسنتي. يلا كيف بدنا نحل؟ ماما لا تستعجل وانت بتحل، عادي شوي شوي، لانه اذا استعجلت وكان طرحك غلط كل الجواب بيطلع غلط. 2 احد وصفر احد، 2 ناقص صفر. عادي اعملي هيك عشان ما تخلي هاي مع هاي. يلا 2 ممتاز. طرحت اول شيء الاحد حلو. 8 ناقص 7 اها واحد ممتاز. كم الناتج؟ كم طلع معك؟ قولي الناتج. 12 رائعة 12 أحسنتي. طيب متذكرين لساتكم كيف بنحل الصندوق أو المربع المفقود؟ إلا المفقود. متذكرين؟ كم طريقة عندي عشان أوجده؟ طريقتين. القاعدة الأولى يا إنها تكون طرح البعيدين أو جمع القريبين. اول شيء بتطلع على طرح البعيدين او ايش جمع القريبين. بتطلع اول شيء على المساله 88 ناقص العدد الثاني هو العدد المفقود. بتطلع بحكي هذول العددين بعاد عن بعض. طيب انو استخدم يا ترى قاعده طرح البعيدين بتطلع عليهم ولا جمع القريبين؟ طرح البعيدين. جاوبوني ايش ما سمعتش ايش البعيدين. رح تكون العملية بين هذول العددين هي طرح. والطرح عادي زي ما تعلمنا، بطرح الآحاد والآحاد. يلا 8 آحاد وهون 8 عشرات، هون 8 آحاد بحط عليها خط وهون 8 عشرات بحط خطين. 8 ناقص 8 صفر يساوي صفر. بروح للعشرات 8 ناقص 1 سبعة. كم يساوي؟ سبعون. ممتاز. الناتج يساوي سبعون. بدكم تحلوا ليش للباقي؟ أنا طلعتي على المربع المفقود؟ تعالي يلا.
ماشي ماشي ضل يلا 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 مس ألمى احكي لي انا ما بعرف كيف بدي احلها هاي. مين عندك المربع المفقود؟ العدد الاول. طيب ايش بدك تعملي العمليه عشان تطلعي القريبين؟ بدك ايش بدك؟ جمع القريبين. رائعه. بدك تستخدم جمع القريبين، الاعداد اللي قريبه من بعض بدك تستخدم جمع القريبين. يلا اكتبيهم على جنب عشان تجمعيهم. ممتاز. يلا اكتبيها هون هون انه 73 زائد 6. لحظة اكتبيها منيح العدد. ركزي. 73 العدد. ايوه 73 زائد. ممتاز. يلا بجمع. كيف بدي اجمع؟ ثلاثة هي أحد الخمسة. ممتاز. ستة هي أحد. ممتاز. ثلاثة زائد ستة. كم؟ ثمانية. عد اجمعي منيح شوي شوي. ستة زائد ثلاثة. لايك تعرف. ستة زائد ثلاثة. ممتازة. تسعة. تسعة. والسبعة عشرات في شيء تجمعي معاها؟ هون ذكر إن المنزل صفر صح؟ سبعة. ممتازة. اكتبي لنا تسعة. أها. تسعة وسبعون. أحسنتي. يلا المسألة اللي بعدها. يلا يا تاني حلقة. أنا بعيد حلقة. يلا. طيب ماشي هلا بطلع حسين. يلا 40 عند العدد الاول مفقود ناقص 40 يساوي 36. يلا ايش بدك تعملي عشان تطلعي العدد المفقود؟ صفر. احكي لي بالاول ايش رح تعملي، جمع القريبين ولا طرحي البعيدين؟ جمع القريبين. ممتازه. اذا العمليه بين هذول العددين رح تكون ايش؟ الجمع. الجمع. ممتاز. يلا صفر زائد ستة. أها. ستة. بطلة. رائعة. أحسنتي. ممتازة. بعدها اجمعي لي. أربعة ناقص ثلاثة. ركزي بالعملية، إحنا حكينا جمع. صح. أيوة. أربعة زائد ثلاثة. كم يساوي؟ أحسنتي، اقرأي لي الناتج. 76. بطلة 76. يلا تعالي. رح نروح كثير. يلا حسين. يلا يا حسين عندي المربع الثاني. عندي العدد الثاني. بس بعيد شوي. يلا العدد الثاني هو العدد المفقود. ايش رح نستخدم؟ اي طريقة؟ طريقة طرح البعيدين ولا جمع القريبين؟ طرح البعيدين. بطل. يلا هاي الآحاد السبعة والستة ايش منزلتها؟ عشرة. ممتاز. وهون شو كاتبة؟ الواحد. ماشي يلا الواحد ايش منزلتها؟ الواحد هون منزلتها ايش؟ هون آحاد والستة عشرة. ممتاز. يلا اسمع حدا. بدك تطرح الآحاد من الآحاد. سبعة ناقص واحد. سبعة ناقص واحد كم يساوي؟ سبعة ناقص واحد يساوي ثمانية. ناقص طرح هاي سبعة ناقص واحد. ممتاز. نكتب الجواب بالمربع. ستة. ستة. أحسنت. نيجي هلا يا حسين نطرح العشرات من العشرات. كم عندي هون؟ ناقص كم يساوي؟ ممتاز. لا لما يكون الصفر هون يا حسين بمنزلة العشرات هون زي كأنه ما له قيمة الصفر. يعني ايش بقرأه هاي العدد؟